قدمت الشركات التقنية وناشرو الكتب المدرسية في تايوان أول كتاب مدرسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع بداية هذا العام الدراسي، والذي يستخدم الآن في بعض المدارس. تولد هذه الأداة المبتكرة أسئلة مباشرة وتقيس إجابات الطلاب ونسب دقة هذه الإجابات، وتقدم تقييمات مخصصة وملخصات بناء على الردود الفردية. ذكر رئيس مجموعة النشر التعليمية كانغ شوان أن الكتب المدرسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز تفاعل الطلاب وتمكن المعلمين من مراقبة تقدم الطلاب فوراً، حيث يمكن للمعلمين تعديل خطط الدروس في الوقت الفعلي دون التقيد بأسئلة محددة مسبقاً. نهدف إلى زيادة اهتمام الطلاب بالتعلم كخطوة أولى، ثم يمكن للمعلم بناء على نتائج النظام معرفة مستوى كل طفل على الفور. تتميز الكتب المدرسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثلاث ميزات رئيسية: تحضير الدروس والتدريس التفاعلي، التشخيص الفوري والتوجيه المتخصص خلال الدرس، والتقييمات المتنوعة الفورية. في أجزاء أخرى من آسيا، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن تقديم كتب مدرسية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للطلاب ابتداءً من عمر 8 سنوات بحلول عام 2025، ما أثار قلق الآباء، ووقع أكثر من 50,000 شخص على عريضة تحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار، مشيرين إلى مخاوف حول تعرض الأطفال المبكر للأجهزة الرقمية. في بريطانيا أيضاً قامت مدرسة ديفيد جيم كوليج الخاصة بإطلاق صف خاص بدون معلم لعشرين طالباً من طلاب شهادة الثانوية العامة أو GCSE مع بداية السنة الدراسية في سبتمبر، حيث سيتعلم الطلاب باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وسماعات الواقع الافتراضي. المعلمون لا يعرفون قدراتي بالضبط، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي معرفة ذلك فقط من خلال بضعة أسئلة، فيحدد نقاط ضعفي ونقاط قوتي. ويرى الخبراء في قطاع التعليم أنه وسط الطفرة في الذكاء الاصطناعي يجب على الجميع تعلم كيفية استخدام التقنية المساعدة وفهم كيفية استغلالها في تحقيق مساع إبداعية أكثر. سمر المشطة، العربية.